جلامور راه تلف الناس. جيت بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع. دوبي جو بونس كو حنا كاملين كنتبعوا دي بيرسوناج بوبليك سواء مغربيات ولا ماشي مغربيات واللي كيعجبونا سواء المحتوى ديالهم من غير انا فقت انا خرجت انا مشيت انا جيت انا je parle des femmes d'affaires qui ont profité des réseaux sociaux pour monter leurs affaires pour faire connaître leur marque, que ce soit marque de cosmétiques, etc. Bzaf. منهم ياسمين صبري, منهم يومي, منهم نبيلة الو, منهم بزاف نتاوع لي بيرسوناج بوبليك اللي كنشوفوا الاستغلال ديالهم السوشيال ميديا استغلال صحيح. كي قلت لكم كاين واحد نوع ديال لي فام سوغ لي ريزو سوسيو انا جو مانسبير بوكو منهم, كوم نومي, كوم نبيلة الو, كوم ياسمين صبري, كوم سا سي دي فام كي زون بري لي ريزو سوسيو من الجانب الايجابي و ايزون في واحد البوز, ماشي بوز على الخاوي. بون هي توجور بوز خاوي, هي توجور فون في حياه اي مشهور كاينه واحد النقطه اللي كتكون دايزه تعرفات على شي واحد خيانه طعن هذا خضر دات ممكن توجور في هاد لي بيرسوناج كاملين في العالم كنهضر بيا على الناس على البنات اللي كاينين في السوشيال ميديا يعني لي انفلونسوز اون جينيرال فاش كونطون كرو سواء مبينين او لا مبينينش في الاخلاق ديالهم كيكونوا باينين او لا مبينينش ودوك اللي ما كيكونوش باينين كيكونوا اكثر بوزهم كيكون ضارب اكثر من هذوك اللي كيكونوا باينين ما علينا. ف ديرنييرمون انا جو سوي بوكو يومي سي اون بيرسوناج بوبليك ك خاصنا ناخذ النجاح ديالها اون كونسيديراسيون لانه النجاح ديالها نجاح زوين, النجاح ديالها وطريقه ديالها كيفاش وراتنا اننا نقدروا نبداو من الصفر واننا في السوشيال ميديا راه ما كاينش روتين اليومي وانا ما كاينش راني فقت راني خرجت راني درت راني زمرت راني ماركيت راني درت ما كاينش كو الاشهارات بغض النظر ان الاشهارات ديالهم هما قليله هاد لي بيرسوناج كاملين اللي قلت لكم قليله plus ou moins social media استغلوا pour monter leur business فهذا شيء رائع واللي كيخليني انا كسكينة غلامو ناخذ منهم افكار لان aujourd'hui يومي ما شاء الله تبارك الله انا شوي تري فيير ديال المستوى اللي وصلت ليه كبغينا ولا كرهنا ولا كل واحد شنو كتعوج فيها وكل واحد شنو هي كتطلع كتسبنا كاع كاريمون كتقول لك يا فعلات يا تركات يا الفاشلات يا طاتي يا هدايا كتسبنا خلينا من حنايا من المغربيات اللي كنقدروا يعني كندوي وكنشدوا الخاطر المتابع وداكشي هي السون فيش هي كتبيع لي زكستونسون ديالها رغم انها انسانه حتى هي ماشي ناجحه في علاقتها الشخصية يعني صاحب الراجل داكشي ما نجحاش عندها فشل تام وكتقولوا بليزيغ فاس كتقول لكم ما تاخذونيش انا كوم اكزامبل لا ميم شوز كو انا كنقول لكم سيتادير كو هي امراه ناجحه في البيزنس ولكن ما نجحاش في الراجل فهذا يعني نقطه من النقط اللي نقدروا ناخذوها بعين الاعتبار انا تكوني حاجه من حوايج الوقت كي كنقولوا ولا تكوني انت ما ناجحه لا في العمل ولا يعني ما لاقى لا اللياقه ولا السياقه اللي كنقولوا ما لقيت حتى شي حاجه وهذا هنا كنقول لك نقطه ورجعت طاب لانه فاش غادي تلقاي راسك بانك فاشله في جميع الحالات هنا غادي خصك تسدي عليك وغادي تديري واحد الحاجه اللي هي التساؤلات مع النفس شنو انا كندير كاسكو جي في شنو الاغلاط اللي كندير علاش انا باسكو الله سبحانه وتعالى فاش كيعطينا واحد الحاجه ما كنقولوش راه كيعطينا واحد الحاجه ممكن يعطيناش واحد الحاجه وكنحيد لينا واحد الحاجه ممكن يحيد لينا نو الله سبحانه وتعالى كيحل لينا جميع الابواب فحنا كيفاش الطريقه باش تنطرقوا هذوك الابواب ابخي سيغتكو انني نقدر نكون انا 100% في العمل ديالي و 50% في العلاقات الخاصه ديالي و 20% في تربيه الاولاد ديالي و 30% علاقات مع الوالدين ديالي و 70% مع
ماشي اوبليجي علينا انا نكونوا ناجحين في كل شيء. تقدري تكوني ناجحه في العمل ديالكم، ما غاديش تقدري تكوني ناجحه كأم، ولا ما تقدرش تكوني ناجحه كالجانب الاخر ديال 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 الشخصي، وتقدري تكوني ناجحه تكوني مربيه ام ربات بيت، تعرف تحافظي على الزوج ديالك، تعرف تحافظي على العلاقات ديالك، ولكن في العمل نحطوا لك اي حاجه ما غاديش تعرفي ديريها نهائيا بالبث ومطلق يعني ابدا، واش تقدري تنجحي حتى في 1%. فهذا هذا من بين الحوايج اللي انا بعدا من الحميدين شاكرين الله سبحانه وتعالى، ان اللهم انك تكوني ناجحه في بعض الحوايج من الاساسيات الحياه، فهي العمل والجد والتواصل في حياتك بواحد طريقه محترمه، وتكوني تكوني حاجه من حوايج يعني كاين واحد البالانس اللي هو هكا كيدير. وهذا هذا البالانس اللي كاينه في حياتي راسني نورمال وحاجه عاديه، يعني ما تبقايش تلومي نفسك جوغ انوي انا كي علاش وهادي، وتشوفي هذيك لا بيرسون كي اون فاس بحال دوك انا شحال من وحده كتفتلي تولي جوغ سعداتك كتضربي بالباب وكتخرجي سعداتك، كتضربي بالباب كتهزي طوموبيل كتسافري سعداتك، عندك سعداتك تقدري تسافري سعداتك تقدري ديري مي انتيا، ما كتشوفيش الجانب السلبي ولا الجانب المظلم في الحياه ديالي انايا، واللي انت عندك منور وانا عندي مظلم. نقدر نكون انا محتاجه شي حوايج انت ما عندكش، تقدر انت تكوني محتاجه شي حوايج انا ما عنديش، تقدر انا باغي ديك لا ترونكيليتي اللي انت تشولا، تقدر انت باغي هاد لا جو اللي عندي انا، ولا هاد لا ليبرتي اللي انا عندي. وبدا مومو لا ليبرتي كتوصل لواحد الوقت ما كتبغيهاش. فهذه هي الحياه اون جينيرال، يعني الكمال اللي انت عندك لا كاباسيتي انك تهزي التليفون تاعك لداركم تقول لهم شو با بيان راجلي ضربني صاحبي مشى عليا انا تخنت انا طاط اخرى، ما تقدرش وحده يعني كل وحده لا كاباسيتي ديالها كيفاش دايره. حنا ما متشابهينش، حنا الله سبحانه وتعالى ما خلقناش متشابهين، حنا ما كانتش ما تنشابهوش كل وحده والبصمه ديالها، يعني كل وحده هذا هذه جمله على الاخر، كل انسان يختلف على الاخر. فاغيتي انك تبقي كتلومي نفسك علاش انا وعلاش انا وعلاش انا وانا دار لي وانا فعل لي وانا ترك لي وانا طز، ما نبقاوش نلومو نفسنا على الفشل في واحد الحاجه. فشلت واحد الحاجه راني ناجحه في واحد الحاجه، نحاول انا نصلح من نفسي في هذه الحاجه. ففوالا هادو هما لي ريبونس اللي كان خصني نجاوبكم توت على ما كنتش مساليه شويه. فهادو هما الاسئله اللي تطرحوا عليا قبيله من خلال اللايف. فقلت غادي فاش نكون في الطوموبيل نكون خارجه غادي نجاوبكم عليهم ترونكيلمون، فهني جاوبتكم باش نتوما تجلسوا مع راسكم وتخمموا. هذيك اللي كتشوفني انا انسانه ناجحه في كل شيء ابدا وابدا، انا ما ناجحاش في كل شيء، ناجحه في شي حوايج وما ناجحاش في شي حوايج، كيما انت ناجحه في شي حوايج انا ما ناجحش فيهم، والحياه تستمر وعادي يعني حاجه لي عاديه. ابغى فاش كنكونوا في اللايف كنكونوا كنضحكوا ايتو هذاك السي حاجه، وفاش نكون ف كنهضر بجديه بحال دابا هذه حاجه اخرى. نهدا كنقول لكم بيزوات وخليوني يلا كلامو دروكا. بغيت نشد الطريق راسي وطنطون راسي، قال لي خذي الطريق وريحي على كازا، فانا غاديه ونتلاقى في كازا ان شاء الله غدا ان شاء الله. غنصبح عليكم هكا ابونار في المغازه ديال كازا، في المغازه ديال كازا، وغادي نوريكم لا كوليكسيون اللي دخلت جديده غنصورها لكم. فهي نفس لا كوليكسيون اللي كاينه في كازا وكاينه في مراكش، وصافي هذا مكان وجي دي شوز افير، عندي بوكو دو شوز افير هاد السيمانه كازا. فلا سيمين باي كازا، يلا بيزوات عليكم. فهذا بس جواب على الناس اللي كيبقاو كيصيفطوا سورتو في اللايف نتاع اليوم، والناس اللي كيبقاو كيصيفطوا تيقول لك لا وانا اغيت ما نقدروش نلومو نفسنا على السين وعلى الجي وعلى، ما نقدروش نلومو نفسنا على حوايج احنا ما كنقدروش نديروهم، ولا ما 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 ما
ما ناجحينش فيهم. حتى فاش كنا كنقراو راه كنا كنكونوا مثلا كنديروا 7 في المات و8 في الفيزياء و3 في العربيه و5 في الفرنسويه و0 في الديكتي، يعني ما كناش كنجيبوا 20 في 20 في 20 في 20 في 20. واش فهمتوا باش نوصل لكم؟ لهذا اللوم ولا القاء اللوم على الذات بحد نفسه سيت ان سويسيد اللي كنعطيوه لنفسنا بدون ما كنحسوا. شوف كلشي كيعيش المشاكل، كلشي كيعيش الزين، كلشي كيعيش الشين، كلشي كيعيش كلشي، مي اون افونس دون لا في اون افونس. نقدر نطيح واحد شويه نسد على راسي، وحده غتخرج تبكي تقولها كلشي، وحده ما غتخرجش تبكي تقول. المهم لي كلام انا غادي نجاوب هاد صاحب ديالي شويه على قال لك ناومي دار لهاداك صاحبها كلشي. حنا راه كاينين دي فام كيجي كاينين لي زون كيجي كيدير لك كلشي، حتى انت كيجي وكيعطاك وتيدير لك كلشي، ولكن تالمون فاشل راكبك من ساسك طال راسك كتلقاي راسك ما دايره والو، ما عرفتيش شنو نغيفغا جامي اجيري شي بيزنس الا ما كانش عندك ثقافه ديال البيزنس، الا ما كانش عندك الحب ديال الخدمه، الا ما كانش عندك داك الا ما كانش امبيسيوز في الخدمه. واش فهمت اش بنقول لكم؟ مالغري تو يدير لها ولا ما يديرش، الا ما يديرلهاش هي فاش كنتفرجوا فيها كبيرسوناج بيبليك ك ك ك كيومي راه قويفزه راه حويره. راه كاينين واحد النوع عينين اللي كيتفرج فيك فيا راه هي بغات غير تنعس. انا كنعرفهم هكا قشله وما ادراك ما قشله، كنعرفهم كتقول لك شنو حكا ولوات كتقول لك انا لا اختي انا نعس انا ما كندير حتى شي حاجه، انا هو كيعطيني، انا صاحبي كيدير ليا، انا صاحبي شرى ليا، انا صاحبي دار ليا انا. فهمتوا واش من وصل لكم؟ مش كتلقيهاش اكتيف، ما كنهضروش على تي با اوبليجي دات اكتيف في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا سي با دوني ا تول موند، السوشيال ميديا ماشي واحد الحاجه اللي كيحبها تول موند. ما كنهضروا على الحياه اليوميه، انا بزاف كنعرفهم كيصيفط لها صاحبها المصروف وهي جالسه، الحاجه الوحيده اللي كدير هي كتعرف تاكل وتشرب وتقاد وجهها وتهضر معاه اب الفيديو فقط. نحيد لها هذا الشيء، هذه البزوله هذه اللي فيها هذه المجموعه من الاشياء، ما تعرفش دير حتى شي حاجه، ندخلها الكوزينه الطيب مسمى ما تعرفش، نخرجها تهضر مع الناس تلقيها ان بو دو فلوغ وتلقيها زوينه عيطو ديك سوا بيلي تيتو. كنعاودو هنا كنرجعو لاشنو النجاح في جميع الحوايج، هي نجحت انه تجيب الراجل، مما نجحت انها تكون فام دافير من فلوس ديال الراجل. واش فهمتي؟ يعني ماشي بشرط يكون كيعطيك الراجل، تقدر تكون فلوسك تكوني تقدري ناجحه بفلوسك انت اللي كيقدروا يكونوا كثر، ويقدروا يكونوا فلوس الراجل واللي هما كثر ما تعرفيش تنجحي بهم. فوالا يا ما كنعرفهم انا قاسوا ديزاني مع رجال لاباس عليهم ورجال داروا لهم عطاهم في الاخر. كاينين انا اللي عرفتهم قسما يمينا بالله الا كانوا كيلعبوا في الاموال الطائله ديال الرجال، على فا شنو داروا؟ باعوا كلشي، قالوا كيبيعوا في الماكن في السيكان في الجار، سو سون غوتروفي في ابارتمون. من بعد ما كانوا كيسكنوا في فيلات في دي زوتيل في دي تخوك، كانوا كيسافروا تيديروا لو تور دو مون باسكو هما سون تيلمون فاشيلات وكصحابهم. واش النعمه كتدوم؟ الا عطاني ربي واحد النعمه الصحه اليوم في 30 وعطاني القدره ديال بزاف الحوايج نديرهم اليوم ديريها، باسكو سي با تو لي جور ديمونش. يلا سير درقوا عليا زلافتكم، خليني نكوموندو ماكدونالد باش نزيد نغلط مزيان باسكو تبعني عمليه. عرفتي انا فاش كنبغي ندير شي عمليه كتلقاني كناكل هكاك راسي شهر 9 بغيت ندخل ان شاء الله باذن الله ندير الصفقه. نو جي ريكو.